سر عند الله بينك أنت وبين الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم اليوم غنحضر معاكم كروكيتاز ديال البطاطا والتون، كيجي يا سلام، ولا المعقوده، مهم كل وحده وكيفاش كتسميها. المهم البنات، كنديروا البطاطا، نسلقوها في الماء مع شويه الملح وشويه الابزار حتى كتسلق. المهم البنات قشروها ما حدا هي سخونه باش تجيكم هكا يعني الاخر لينه. صافي البنات، كنزيدوا فيها التون، الزيتون، الفرماج كنعمروا به الداخل، ملي كتكون الداخل معمرو بها، القزبر ومعدنوس، يعني الفرماج، جوج بيضات مع شويه الملح وشويه الابزار وشويه الحليب. الى عندكم صلصه صوجه زيدوا فيها شويه الدقيق وبان الرايه. مهم انا كنصنعو في الدار ومن بعد نوريكم كيفاش، يعني الخبز محكوك. ودابا ننتقلوا نوجدوا، مهم كندعكوها مزيان، كنزيدوا التون. ايوا المهم البنات كنخلطوا كلشي، مهم كنزيدوا التون. غادي جربوها البنات كتجي واعره. نسيت ما قلت لكم، مهم الزيتون، نسيت ما قلت لكم البيض ديروا فيه شويه بودره الثومه، ولا عندكم ما عندكمش ديروا فخيش. مهم قزبر ومعدنوس نزيدوا شويه وشويه ونخليوه الفليد. وكذلك في البطاطا زيدوا الثوم بودره ولا الثوم فخيش، مهم اللي كان. كيجي فيه المذاق رائع. حتى الى عندكم ديك البصله بودره زيدوها فيها، انا ما عنديش، ما متوفراش عندي. صافي كنخلطو مزيان، نزيدو الفرماج، نزيدو شويه ونخليو شويه نزوقو به من الفوق. المهم البنات كتجي رائعه والله، زعما تبارك الله شنقول لكم، غير جربوها. كنزيدو الابزار بينك انت وبين الله على حسب وصفه. هل لك صدقات تخفى؟ كنزيدو الكمون، كنزيدو الملح، قصص لا تكشف الا. صافي عاوتاني كنخلطو مزيان. شكرا البنات اللي دخلوا عليا في الواتساب، اللي جربوا تاكوس خرج لهم مزيان، واللي جربوا داك الدجاج مع الخضره راه كيجي رائع. شكرا لكم بزاف البنات، ولا الا كنت عكست شكون اللي غيدير الاخر، غيدير المونتاج لهداك شي 3 ايام ولا 4 ايام باش درتو، ولكن يكون عكس ولكن ما يسمع ديك الهضره وانا نوض نقول يلاه نمونطيه باش نحطو عاوتاني للبنات. شكرا لكم بزاف البنات على تشجيعاتكم، والله كتفرحوني بداك الكلام ديالكم. شكرا. ما احرك بهذا ان يكبر قدرك. المهم البنات صافي، غير سمحوا لي، قلبت على الليغا ديال البلاستيك هذوك الكولور الاسود والو ما لقيتش، وبغيت نجرب معكم غير وحده. المهم ان شاء الله غنبقى ندير بالليغا ديال البلاستيك، غير ولا قلبت والو، خصني نطلع للمرجان ولا نشوف فيه شي. ايوا صافي، المهم كنكوره بغيت ندير معكم غير وحده باش يعني تعرفوا كيفاش البنات المبتدئات وداك الشيء. راه زعما كل واحد زعما كنطيبو مزيان، ولكن كل واحد والطريقه ديالو. المهم كنشاركوا معكم على حسب كل واحد، المهم كنديروها في الدقيق. عند الله بينك انت وبين الله. بعد كنديروها في البيض، راه قلت لكم البيض، كنديروا البيض وكنديروا فيه الحليب وكنديروا فيه بودره الثوم، ولا عندكم الاخر صلصه. المهم اللي عندها صلصه صوجه تزيد فيها. المهم البنات ها كيفاش، بغيت ندير معكم وحده تشوفوا غير كيف، وصافي ونحيد اللي قلت ونكمل. المهم البنات هكذايا كديروها في بان الرايه ولا الخبز المحكوك. المهم البنات هي كتجي رائعه، درت جوج اشكال. المهم البنات بغيت نقول لكم قبل ما تطيبوها ديروها نصف ساعه ولا ربع ساعه في الكونجيلاتور. الا بغيت ديروا عاوتاني كميه كبيره تخبعوها في الكونجيلاتور، فمي تبغيو غير تحيدوها تقليوها وصافي.
مهم كيجيو مزيانين البنات. الزيت سخنوها مزيان 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 يعني باش تجيكم مزيانه. صافي غنديروها في الزيت كتكون سخونه بزاف. بينك انت وبين صافي من نديروهم نحاولوا اننا نعتدلوا الاخر العافيه يعني باش يطيبوا عاود الداخل. المهم كلشي طيب ماشي المهم باش تجي ديك القرمشه ما ترقصوش عليهم بزاف عاوتاني لا وما ديروش بزاف باش ما يتحرقوش. المهم خصهم يتحمروا مزيان باش يجيو مزيانين. صافي كنستمروا عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها الا الله قصص لا تكشف الا بكتابك حين ترى الله ما أحرك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. كتخليهم يتقلوا مزيان حتى كياخدوا داك اللون الذهبي يعني كيجي واحد اللون رائع يعني ما تزربيوش عليهم خليهم حتى يولي داك اللون الذهبي الغزال عاد تحيدوهم. بكتابك حين ترى الله ما أحرك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف. وهذا الطبق تقديم مهم كيبقى لكم الاختيار. ما أحرك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. مهم البنات هالشكل ديالهم كيجيو في الاخر كيجيو رائعين البنات حتى الكولور كيجي غزال هل لك صدق كيجيو مزيانين البنات كنتمنى انكم تجربوهم. لا يعلم المهم كنزوقوهم بالفرماج من الفوق. قصص لا تكشف الا بكتابك حين ترى الله ما احرك بهذا ان يكبر. المهم كنرفقوها بكيتشوب ومايونيز. هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله هل لك صدق. انا غنحل معكم وحده كتجي لداخل خاويه وفشه شفتوا كيفاش كتجي كتجي غزاله زعما الصراحه تستحق التجربه. تكشف الا بكتابك حين ترى الله ما احرك بهذا ان يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا